بادئ ذي بدء، ما هي قراءتك لكل ما يعني النتائج التي خرج بها مؤتمر برلين اليوم الذي كنا ننتظر منه الكثير؟ تحية لك أخي العزيز وتحية للسادة المشاهدين. أنا كمواطن ليبي يعني أقولها بكل صراحة، أشعر بالإحباط مما حدث اليوم في المؤتمر، ولعدة أسباب. يعني عندما تلاحظ السيدة ميركل وهي متجهمة وهي محبطة وباين عليها الإرهاق يعني من جلسة اليوم، تحدثت في حديثها أن لا يوجد حل للمشكل الليبي في مؤتمر واحد، وإن العملية تحتاج إلى أكثر من عقد لقاء، وإن الأيام القادمة قد بالإمكان أن يتم الانفراج. حتى عندما وجهت الكلمة للسيد غسان سلامة المبعوث الأممي في البداية رفض الحديث مكتفيا بحديث الأمين العام، ولكن تحت ضغط منها تحدث، وهذا يدل على أنه محبط هو كذلك. عندما نستمع إلى حديث الأمين العام إنه نأمل من الأطراف الالتزام، ندعو الأطراف إلى الحوار، لا توجد عقوبات ضد من ينتهك سيادة ليبيا بتوريد الأسلحة إلى الآن، وإن الأمر متروك لمجلس الأمن. كنا نتمنى من هذا المؤتمر أن فعلا يكون ملزم لكل الدول التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا بمنحها من التدخل، ببعث المرتزقة والجنود الأجانب، ببعث الأسلحة والذخائر وغيرها. كذلك عندما تحدث السيد الأمين العام غوتيريس قال إنه لا توجد أي عقوبات ضد الدول التي تورد الأسلحة إلى ليبيا، وإن هذا الأمر متروك لمجلس الأمن هو من يقرر فيه ذلك. فإذا لم تتفق الدول اليوم، كيف بالإمكان أن تتفق دول مجلس الأمن وخاصة دول صاحبة العضوية؟ أستاذ وليد، السيدة ميركل مسألة وقف إطلاق النار، وذكرت تحديدا أنها لم يصدر قرار بوقف إطلاق النار، وما هي إلا عبارة عن هدنة، وبالتالي الهدنة من الممكن خرقها، وإن الأمر متروك للأطراف المتصارعة في ليبيا.